اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في برنامجكم المقابله. انا عايزه قبل ما نحكي الحكايه اللي جايه دي والمقابله الحلوه اللي جايه دي، عايزه ارحب بالاسيس سامح موريس. اهلا بيك يا اسيس. اهلا بيك يا نانسي. عايزه ارحب بضيفه الحلقه النهارده ساره. اهلا بيك يا ساره. ممكن تحكي لي ايه الحكايه بالظبط؟ عرفت انه في حاجه في فكره بتقول انه ان انا اعيش مع ربنا ده، وانا في ثالثه ثانوي عملت كده ووافقت ان انا اعمل ده. عرفتي كده منين؟ كان في اجتماع وكان بيتكلم عن الغفران ويعني الوعظه دي كانت بتتكلم عن الغفران، الشخص اللي كان بيتكلم، وانا اتشددت جدا للحد اللي بيقدر يدي القدره ان انا اقدر اغفر، هو بيغفر لي وانا يقدر يديني ده، فانا اقدر اعمل ده لغيري. فده كان بالنسبه لي اعجاز ما كنتش عارف عنه حاجه. انت كان عندك شعور بعدم غفران لحد؟ وانا صغيره كنت بعاني من ده. فهي جت بالطريقه دي، عشت بعرف ربنا، بحاول اعرفه اكتر، بحاول اعيش معاه، بحاول ادخل كورسات تلمذه، كل ما كان متاح قدامي كنت بعمله. كان عندي قلب لده. بعدين حياتي ما كانتش سهله، كانت تقيله شويه. ازاي؟ وانا عندي 19 سنه انا فقدت امي، وهي كانت علاقتي بيها كانت هي كل حاجه، كانت مامتي وصاحبتي وكانت حاجات كتير. وبابا ما كانش لي علاقة بيه. يعني 3 سنين وفي نفس الميعاد اللي هي مشيت فيه بعد 3 سنين بابا مشي فيه، والواقع كان بيقول ان انا بقيت لوحدي خلاص. مفيش اخوات؟ عندي واحد بس، علاقتي بيه مش قوية خالص. في سنة واحدة انا كأنه فقدت امي وفقدت الحاجة اللي انا كنت اتمنى ان هي تكون ليا بتعوضني. يعني جالي اكتئاب سخيف جدا بعد ما بابا مشي. ما كنتش فاهمة إنه في حاجة اسمها اكتئاب، ما كنتش أعرف، يعني ما عمر ما جه في ذهني إنه أروح لدكتور، أقعد مع حد. ما كان كل حاجة بقى بتدخل في قصة إنه إحنا محتاجين نقرب من ربنا، إحنا محتاجين نعرف ربنا، إحنا محتاجين نمسك في ربنا، الله هو أبويا. حاسة كلام. كلام كلام كان ملوش معنى بالنسبة لي، كان سخيف جداً. تشككت بكل الأشكال. ابتديت أخد مرحلة تانية في حياتي، هو أن أنا أدي فرصة تانية لربنا. والكلام ده كان من 5 سنين. إيه اللي خلاكي تبقي عايزة تدي فرصة تانية لربنا؟ كان عندي صراع ما بين أنه مش عارفة أروح الحتة التانية، يعني ولا عارفة أكون مستمتعة بكوني ابنة وكوني الكلام الجامد قوي اللي بيقولوه، ولا عارفة تاخدي مسار تاني، ولا عارفة أكون في حتة تانية، فعارفة أستمتع بطرق تانية حتى لو اللي هي بيسموها متعة وقتية ما كانتش بتحصل. فما كنتش عارفة أعمل حاجة، فكنت حاسة طيب ما يعني أنا مش عارفة أهرب منك، يعني هو في مفر، فيعني وات أباوت إنه نبتديها. يعني رحت عملت مدرسة تلمذة، كانت طويلة شوية وكان فيها مقابلة. كنت ما بسألوش غير سؤال أنا فاكراه ولغاية دلوقتي أنا بسأله نفس السؤال، هو يعني إيه راجل؟ يعني إيه راجل؟ احكي لي يعني إيه راجل؟ يعني إيه أب؟ يعني إيه أخ؟ يعني إيه حد يبقى واقف ظهري ليكي؟ كنت بقول له احكي لي، هو ما كانش بيرد على اللي أنا كنت بسأله. بعديها بسنة حياة تقيلة جدا، دخلت شغلانة واتطردت منها، وبعدين في الوقت اللي أنا سبت فيه شغلي وقعت وقعة، ركبتي اتخلعت، فعملت عملية، فقعدت في حدود 6 شهور في البيت أعتقد بالعلاج الطبيعي بإن أنا بقوم. وكانت هنا الانتكاسة العنيفة بقى خلاص. يعني حسيت بما تعنيه كلمة يتم، يعني كنت يتيمة فعلا. كان حاجة صعبة قوي عليا، كانت حاجة تقيلة جدا. وساعتها واحدة يعني زي أخت كبيرة ليا وقائدة قالت لي إن إحنا محتاجين نروح لدكتور. دكتور نفساني يعني؟ هي شايفة إن أنا تعبانة، وهي مش
يعني كأنه ما عندهاش حاجة تقدر تعملها، وكان كل اللي تقدر تعمله هي اللي تفضل جنبي وتحبني وتساعدني وتقبلني، وده وصلني ان انا صدق فيها. أوكي. انه اليوم اللي تيجي تقولي فيه ان انا محتاجة اروح الدكتور فانا وافقت. أوكي. رحت، وكانت الصدمة لما الدكتور قال لي انه انت عندك اكتئاب. صدمة ليه؟ لانه ده ناس كتير قوي يا جدعان. انا الشخص اللي بيضحك، انا الشخص اللي شكله ما بيهموش حاجه. صلاح جاهين اللي ضحك الناس كان عنده اكتئاب. انا كنت اصغر من اني افهم انه اتس اوكي، يعني احنا ينفع نعيش. قعد سنتين بتعالج، وكان عمق وطلبت وأعمق أعمق 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 حاجة في قلبي في عز ما أنا بضحك بضحك بضحك. لو سألت نفسي سؤال واحد، عايزة إيه؟ أموت. طب يهديكي يرضيكي؟ أموت. طب نتفاهم؟ أموت. طب حاجة حلوة؟ أموت. طب حلمك؟ أموت. خلصت يعني هي كانت خلاص كده، عايزة تموت. بس أنا ما كانش عندي الجرأة دي، الجرأة ولا عندي القلب ده. وهو ده الاكتئاب، الرغبة في الموت. إيه اللي حصل بعد كده؟ اتفتح قبر رهيب عن الماضي كله، عن إني معرفش يعني إيه بابا. وكأنه كان كل اللي فات دفن وأنا مش دريانة، وكله قب بقى عليا بهدلة بقى، يعني صراعات بقى وبتجنن ومفيش ثقة في حد، وبحاول ألاقي كبير مش لاقية كبير، ومش عارفة أثق في أي حاجة، والأدوية بتلعب في الكيمياء فأنا مش فاهمة حاجة، ولوحدي. كنتيش بتشتغلي وقتها؟ حاولت، جبت الأرض تاني بسبب إنه الست اللي هي ما تسمى مديرة يعني طردتني برضو. رفض كان بالنسبة لك انه حاسة برفض برضو؟ ما هي دي الفكرة بقى، من ضمن القبور اللي اتفتحت هي انه يعني رفض 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 من كل حتة الحاجات رفض. وبعدين يعني ما هو مش كل اللي بتبتسم في وشك يعني قبلك، يعني ما هو انت عندك بصيرة بتبقي قادرة تشوفي انك بتبتسمي في وشي، بس انت انا عارفة انك مش قبلاني زي ما انا. انا عارفة انك عندك مشكلة معاي. فأنا كنت قادرة أشوف الرفض ده جوه الكنيسة، وكنت قادرة أشوف الرفض ده في كل حاجة، في عيلتي، في الناس، في أنه مثلاً بعد ما بابا مات أكتشف أنه كان بيتكلم بطريقة وحشة جداً عني، فعيلتي تبعه بيقولوا أنه أنا عندي مشاكل وكنت عنيفة، وهو يعني وكنت قاسية جداً عليه، اللي هو في إيه؟ أنت مت وكمان مضايقني يعني. يعني أنت في إيه؟ يعني هو كان عليا يعني لأكمل أموت في اللي أنا فيه، لأقبل إنه إحنا يعني محتاجين نقبل إنه دي حالة سارة، وإن إحنا محتاجين سارة تبقى كويسة، فلأبقى معايا إنه سارة تبقى كويسة أمشي معاها سكة، لأما أبقى في الحتة دي بقى نموت بقى يعني. ابتدى أشكك في كل حاجة بقى، ما هو يعني كل حاجة قامت أمة واحدة كده. فأنا ابتدى أشكك، هي ليه الحاجات ما بتخلص؟ هو أنا كنت هو أنت موجود؟ هو أنت يعني طيب أنا ما أقدرش أقول إنك مش موجود، بس يلا نتشكك، يعني يلا نتشكك، يلا نحاول نمشي سكك، يلا نحاول نعمل أي حاجة، نقرأ يعني نعمل أي حاجة، نحاول نفتح أي حاجة نقراها، ندور بقى يعني نقعد مع نفسنا نشوف يعني عايزة تشوفي إيه ورا، يعني أنت موجود بجد ورا الإيمان اللي أنا بقوله؟ هل أنا خدعت نفسي؟ طب هل أنا معرفوش فعلا هو موجود وأنا معرفتوش؟ اللي كان قاسي أكتر، وده اللي كان بالنسبة لي الخبطة العنيفة قوي، في يوم كده من حد من الناس القريبين أنا صدقته بقى، يعني هو بشكل أو بآخر كان ينفع يتصدق، لأنه كان حد قريب جداً مني، من مفروض أنه من الدائرة القريبة، وهو وقف جنبي لمدة كده من الحياة، وقعد يقول لي أنا مصدق وهنعدي، وكان رافض تماماً أن أنا مريضة اكتئاب، معرفش ليه، بس يعني إيه دي الحقيقة أن أنا كنت مريضة اكتئاب. فمفضل ماشي 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 إلى أن جه اليوم اللي فيه حصل حاجة كده، فأنا واجهته وقلت له هو أنت رافضني؟ فنزل عليا السواد.
ايه اللي خلاكي تقولي له كده؟ انا قادره افهم، انا بقدر افهم اللي بيحبني فعلا واللي بيتكلم في ظهري فعلا. فانا واجهته وكانت الصدمه انه قال لي انت ما تعرفيش ربنا، انت عملتي ايه في ال 27 سنه اللي فاتوا من عمرك، انت وانت، قال لي كلام بشع يعني. خلص عليكي. انا لغايه وقت الوقت ده، لغايه يومها، انا كنت بقول ساعتها انا عايزه اموت، ده كان قراري يعني. انا كان عندي اكتئاب وكنت تعبانه جدا، بس اليوم ده بعد ما هو عمل فيا كده انا سهرت لغايه 6 الصبح وكنت بقول له يا رب انا مش عايزه اموت، انا مش عايزه اموت، احفظ حياتي عشان انا مش عايزه اموت. مش عارفه ليه ايه النقله دي، ما اعرفش، انا ما اعرفش، بس ده حصل. ومش قادره انسى اليوم اللي فيه ربنا قال لي يا ساره مقابله، انا مش بتخض منك، انت مش بتخضيني، انا مش متضايق منك ومش بستعر منك، وما عنديش مشكله معاكي، وما عنديش مشكله مع سنينك، وما عنديش مشكله في حاجه، انا بصدق فيكي ومش بتخض منك. سمعتي الصوت ده ازاي؟ كنت في الخلوة بتاعت الكورس ده. كان الوقت ده الشخص اللي كان بيدي التعليم كان بيحكي عن ازاي الله بيفكر في الانسان من البداية، بيقول عليكي ايه، فحكى على التسلسل بقى، لما بيفكر زي في ابراهيم وفي موسى وفي داود وفكرة الملك وكل الحاجات كلها يعني. وكان بيسلسل كده فكرة انه ازاي انا انسان حاجة في عين الله يعني ثمينة جدا، قوي قوي قوي. فده كان غالبا مش يعني، ده كان جزء كبير من من النقله، انه انا في قررت اسيب نفسي. انا عايزه اقول ان ده كان جزء، في سكك تانية مشيتها، ومش بقول النهارده ان انا توتالي هيلد يعني، مش بقول كده، ومش بقول ان انا زي الفل، ومش بقول انه خلاص والدنيا ربيع وحياه جميله، لكن حاسه انك مش متسابه. حاسه اني مش متسابه، وحاسه انه في ظهري، وحاسه انه صابر قوي عليا، وحاسه وقبلك، وانه ما عندوش مشكله اني اقعد كام سنه من عمري لسه بحاول اختبر في ابوته يعني. نعمل ايه يعني؟ يعني هو مش هيرميني، هو ما عندوش مشكله معايا. ارجع لكلمه قلتيها يا ساره، انا افتكر هي دي المشكله. انت اكبر ازمه كانت عندك وانت صغيره هي الابوه، واضح ان هو بابا دي ابتدت تتفتح شويه، ابتدت تبان ولا لا؟ يعني هقول للأمانة يعني، طبعا لما باجي أكتب ببقى نفسي أقول، بس أنا حد أمين للدرجة اللي ما بيقولش حاجة غير لما بيعنيها يعني. فأنا دايما أكتب يعني، أكتب ما بين قوسين كده، يلي أتمنى من كل قلبي أحس إنك بابا. وكل يوم بكتبها ما بين قوسين، ممكن 5 مرات في خلال الوقت اللي أنا بقعده معاه. عندي إيمان إنه ده هيحصل، هيجي يعني. طب هو مش جدع معاكي؟ جدع قوي. انا اللي عندي مشاكل يعني، ممكن عندي مشاكل، بس الشخص ده جدع، الشخص ده امين، الشخص ده حلو، ما عنديش مشكله معايا. هو معتبرني بنته، ليه انا مش بقول له بابا؟ لان انا ما اعرفش يعني ايه بابا. هو بيقول لي يا بنتي. هي سهله كده؟ هو بيقول لي يا بنتي. فانا ما اقولوش ليه بابا. طب ما هو يعني اللي انا كنت عايشه معاه كان بيقول لي يا بنتي. كويس قوي، بس ما كانش جدع. ماشي، ما هي قصه، ما هو احنا برضو مش زراير يا اسيس. لا يعني، مش بقول زراير يعني، هو ده ما كانش جدع، ما كانش واقف في ظهري، ما كانش كويس. كان بيقول لي يا بنتي، ومش بيأكت، مش بيتصرف بابا، ده بيتصرف بابا. ليه انت مستنيه تشعري انه بابا قبل ما تقولي ليه؟ وده مش معناه انك انت كويسه يعني، مش لما اقول له بابا ابقى انا كويسه، بس لما بقول له بابا يعني هو كويس. انا بصدق انه هو بيتعامل معاك انت كأسيس سامح يعني، مع احترامي ومع نانسي، كل واحد فيكم ليه اسلوب وانا ليا اسلوب. فانا بس يعني، هي دي يعني على قد استيعابي، هي دي بالنسبه لي القصه يعني. لا انا عارف ان هو بيتعامل معانا كل واحد
وانا عارفه انه يعني انا هقدر اصدق ده في يوم من الايام مع الوقت، مع ان هو صابر عليا ومش مخضوض من كوني حد عنيد ممكن او تقيل او مش عارفه اسميها يعني. خالص يا ساره، انا حاسه انه انت حقيقيه، والحقيقيه دي اللي بتوصل انه انا عايزه اعرفك انت بجد ولا هو مش زعلان من الحته دي، وان انت لا انت مش عنيده، انت عايزه تتاكدي انه انت بجد اللي بابا. انا عايزه اقول لك الكلمه دي وانا في يعني متاكده منها كامله، شعره بيها وحساها وفهماها ودخلت جوه مشاعري وجوه كياني كله. دي حقيقه. هي فيها مشكلة؟ بالعكس، بصي يا سارة، اللي انت مريتي بيه يجيب ديبريشن. لو ما حصلكيش ديبريشن تبقى انت جنائية. فالرفض والوحدة وغياب الأمان بتاع الأبوة، دول تلات رسائل صعبة جدا 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 في الحياة. وطبعا يعني يمكن انت اتفرجتي على جزء من مدرسة المسيح، وبنقول ان دي أصعب رسائل في الحياة في الإنسان، يعني انك انت واجهتي نفسك ان انا عندي ديبريشن وقبلتي واخترتي الحياه، ده الشفاء. اخترتي الحياه معناه انت طلعتي من الـ من الـ من عايزه اموت، من عايزه اموت. انا اخترت اني اعيش، واخترت اني ابقى ايجابيه، واخترت سبل الحياه. ما سبل الحياه دي معناه الحياه، اني اكل واشرب واتعالج واروح وادرس واذاكر واقول لروح الحقيقه فانت اخترتي الحياه. وافتكر الرساله اللي انت عايزه تقوليها دي رساله مهمه جدا، لان النهارده الدبريشن حاجه يعني فوق الوصف، واكتريته شباب دلوقتي يا سيس. وكميه الناس اللي عايشه على الادويه، يعني من غير الدواء بيروح ينتحر. كميات هائلة من البشر يعني، وظروفهم أحسن منك 100 مرة، متجوزين ومخلفين وعندهم أطفال صغير، يعني ما عندهمش الوحدة اللي تتكلم عنه، ما عندوش الرفض اللي تتكلم عنه. فدي رسالة قوية قوي اللي انت بتقوليها ديت. بس أنا كنت عايز أسألك، انت واصلة لغاية فين؟ وانت جاوبتي واصلة لغاية فين، في انه بابا مش فانت ان ده مشوار لسه ما خلصتوش، لكن عمال احطه بين قوسين، وان شاء الله قريب هشيل القوسين وتبقى العباره مكتمله. وربنا بيمشي معايا على قد ما انا بمشي، يعني ما بيزهقش مني لو ماشي بشويش. ما عندوش مشكله، ما عندوش وقت ضايع، يعني مش مستعجل عليا، يعني طالما انا ماشيه بيمشي بسرعتي. كتير من الشباب اول ما يتزنق قوي قوي قوي، انت فين وانت مش موجود، وقولي لي الوقت ده عملت فيه ايه. لو هو حقيقي هو يقدر يرد عن نفسه، على فكره هو كنت بقول كده، هو مش اخرس ولا يعني ما بيعرفش يوصل المعلومه ولا اطرش ولا عنده مشاكل، فهو يقدر يعمل ده مع نفسه، هو يقدر يوصل لي. انا كنت مقرره اني زي ما انت قلتي من شويه انه هوصل لها بحق، يعني كانه السلمه دي انا طلعتها بجد بمنتهى ارادتي على فكره. انت فعلا حسيتي مش موجود؟ انا ما كانش عندي اليقين او اللي هو الخارج من جوايا انه مش موجود، لاني مش قادره انسى السنين، مش قادره انسى التعاملات، بس خلاص ما انا هتجنن. عارف فكره انه لما الكبار والناس الكبيره يعني مع حفظ المقامات، بس لما يبقوا واقفين على منابر ويبتدوا ينخوروا فيك ويقولوا لك ما هو انت ايمانك قليل، ما هو انت عندك مشاكل، ما هو انت متبهدل على عينك، ما هي الخطيه، اللي هو انتوا هتجننوني، يعني انتوا منين، انتوا اصلا انتوا موجودين ليه عشان تفرسونا احنا يعني. ده كان من اكبر الحاجات اللي كانت مخلياني متشككه. ما هو انت لو انت جايب الناس دي يبقى انت عندك مشاكل، انت محتاج تتكلم عن نفسك، هي دي الفكره. عايزه تسمعي الرب منه هو. والساره اللي يخص ساره. مش كده فرق معاكي ان هو كلمك انت بالظبط؟
وهنا كان في مقابلة مع الرب. هي دي المقابلة أصلاً بالنسبة لي. ده اللي أنا برضو حابة أقوله يا أسيس، إنه حياتنا والحياة اللي عشناها قبل كده والرسائل الغلط والظروف اللي عشناها قبل كده ممكن تخلينا لسه قدامنا مشوار. أنا وصلت لحتة حلوة قوي مع ربنا، جميلة جدا مع ربنا، ومش معنى كده إنه اللي ما عندوش مشوار يمشي يبقى مات. مفيش حد ما عندوش مشوار يمشي، يعني الحياة رحلة تخلص لما بنمشي. طول ما أنا ماشي عندي لسه مشوار أمشي مع نفسي ومع ربنا ومع الناس. اللي قال أنا خلصت، بولس قال يعني ليس أني قد نلت أو أدركت لكني أسعى، يعني بولس نفسه بيقول كده. بس هي المشكلة أساسا أنه الناس ما بتقولش ده، اللي ليهم كلمة واللي ليهم فرصة أن هم يقولوا ما بيقولوش غير أنه حاجات، ما بيقولوش هم واقفين فين، بيعانوا من ايه. لا، هي المشكله ان عندنا ان الاكبر مش بيشارك ضعفاته مع الاصغر احسن يخضه، مع ان ده اللي بيقوله للناس. لما بتشارك ضعفك مع الاصغر بتطمن الاصغر ان كلنا عندنا ضعفات وكلنا عندنا مشاوير بنمشيها. المهم أني أكون ماشي لقدام، هو ده المهم، أن أنا ماشي في الاتجاه الصحيح. وده التحول الكبير اللي حصل في حياتك، أن أنا كان عندي رغبة في الموت بقى عندي رغبة في الحياة. ده هو ده التغيير الجذري، أني همشي في سبل الحياة، وأني مش أعتمد أن الناس قبلاني، أن أنا يكفيني أن ربنا قابلني بس خلاص. الكبير ده بتاع الدنيا دي قابلني خلاص. لا، هو قابلني وانا محتاجه قبول الناس. معلش انا، لا يعني معلش، لو ينفع انا اقول حاجه انا يعني اقولها عني، هو قابلني وانا عايزه، انا شايفه انه صحي جدا انه الناس تقبلني. على الاقل الدايره القريبه، على الاقل دايره على الاقل تكون قابله، فده حقي في الدنيا يعني، عشان ابقى اصلا بني ادمه صحيه عارفه اتكلم وعارفه اعيش. ان ما لقيتيش الدايره دي هتعملي ايه؟ ما عنديش غير اني الزق فيه. ما هو هتجنن؟ مش عايزه اتجنن يعني، عايزه اعيش، عايزه اكمل اعيش. خليني اقول يا ساره، لما انا بتاكد ان هو قابلني انا بقبلني. دي حقيقه. لما انا بقبلني ده بيساعد الناس انها تقبلني. طول ما انا عايز الناس تقبلني عشان انا قبلني ما بتمشيش. صح طبعا. لكن لما هو بيقبلني انا بقبلني، ولما أنا بقبلني بيبقى عندي هذه الثقة اللي بخليه وأنا بتعامل مع الناس أنا قابلني، أنا مش مخضوض مني، فالناس تقبلني. المسيح مش كل الناس قبلته. أيوة. يعني المسيح نفسه الكمال مش كل الناس قبلته. إلى خاصتي جاء وخاصته لم تقبله. هو he was rejected، يعني هو رفض، قبل ورفض، وكلنا هيبقى مقبولين ومرفوضين، مش كده؟ فهمت. يعني مفهوم. يعني فاهمه، يعني انا في ناس رفضاني مش كده، وانت عارفه. وفي ناس قبلاني، ف انا قبلك. اتس اوكي. لما يكون كل الناس رافضيني يبقى غالبا انا رافضني، لان حتى اللي قابلني انا شايفهم رافضيني، لان انا رافضني. فأنا شايف إن ده التغيير الكبير اللي حصل معاكي، إنك أنتي مستنياهم يقبلوكي ما لقيتيهاش، فروحتي له في أي هو قابلني، فوقفتي على أرض صلبة، فابتديتي أنتي كمان مع نفسك يبقى عندي سلام شوية، سلام، وأنا قابلاني، أنا قابلاني. من هنا بنقدر نمشي المشوار مع الناس التانيين، وعلى طول هتلاقي شوية بشوية الناس اللي حواليكي قابلينك. بالذات انت لذيذه، يعني دم خفيف، ويعني مش يعني انت مش مصدر ازعاج للي حواليك. بجد شهاده اعتز بيها. عايزك تبصي للكاميرا بتاعتك، تكلمي المشاهد. انت عندك رساله عايزه تقوليها. انا هنا علشان اقول انه ليك طريق، ليك حاجه خاصه في قلبه، هو هيعرف يتعامل معاك بيها، هو يعرف يوصل لك بيها.
هو يعرف يوصل ليك، ف هتلاقوا بعض. وعايزه اقول ليك انه انت مهم، حياتك مهمه، وفي معنى وهدف لوجودك. اتمنى وبصلي انه انت تكون قادر تشوف. ثانك يو. في نهاية حلقتنا أنا بشكرك قوي 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 يا سارة على الصراحة، وال يعني كنت حقيقية قوي قوي قوي. عايزة أشكرك أسيس سامح. ويلكم. واستنونا في حلقات ومقابلات تانية جديدة. أمين.